مشاهدي القناة الفضائية بس وشوف، ستكون ضيفة حلقتنا لهذه الليلة نجمة الغناء العربي. ممكن تقدمي نفسك؟ ما فهمت. قصدي بطاقتك الشخصية. اسمي غنوة وملقبة بساحرة البوادي. العمر؟ ضروري؟ طبعا. طيب قديش تعطيني عمر؟ الحقيقة ما بقدر أقدر، بس نقدر نقول 40؟ لا أقل شوي. 35؟ لا أيوه أقل كمان. 20؟ أكثر شوي. 50؟ لا هيك طحشتي كتير، يعني بين 20 و27. إن شاء الله العمر كله. ممكن نعرف شو الكاسيت الجديد اللي رح تفاجئ فيه الجمهور العربي؟ هو الألبوم الحقيقة بعنوان فرجت فرجت فرجت. ممكن تسمعنا الحقيقة أنا بتمنى، بس للأسف يعني رح أخلع كل واحدة من كلبك. ما كان يأتمنكم وين رح نجمكم؟ وين بنتي يا البلوي؟ برافو عليك يا وجدان، برافو. سميتي حالك مثل ما قلت لك. ما بتقدري تقولي إنه غنوة ساحرة البادية. بفهم من كلامك هالأشعار والألحان. يا لطيف شو محتالة؟ إيه طبعا لك. يا مساكين. طيب شو الأغنية؟ راحت عليكم يا أبو النغم يا أستاذ كروان. هي قالتي المفروض. رحتوا فرطتوا وضاع حقكم. هي المحطة من قبرص، شو أخذ وجدان عن قبرص؟ أختك وجدان عند ولادة بحلب. أمي يوم معقول شو مش بتشبهها؟ وشها حركاتها هي بتقولي؟ أمي يخلق من شبهها 40. أختك وجدان لا بتغني ولا بترقص، مو وش أهل وش منو؟ أنا متأكد إن أختي بكون تعلموني عليها؟ لك ابني شو هالحكي؟ شو جاب لجاب؟ أي أفقيد أختك مراية لوشها؟ بعدين مالك سمعان شو عم ينادولها؟ عم ينادولها غنوة أمي غنوة يو. مرت عمي بلكي مغيرة اسمها مشان ما حدا يعرفها. والله كل شي معقول. مرت عمي اتصلي ببيت جوزها الاول بحلب. شو هالحكي انت التالي؟ لك شو بتقولوا علينا؟ بعدين شو بدي اقول لهم؟ مرت عمي لا تقولي لهم شي، بس اتصلي فيها وقولي لهم بدي احكي مع غنوة، قصدي مع وجدان. قولي لهم بدي اطمن عليكي. اتصلي فيها عمي، اتصلي. ألو مرحبا، كيفك سهري؟ يو ام عناد ما تعمه. ممكن احكي مع وجدان؟ مين وجدان؟ يو وجدان بنتي. ايش جاب وجدان لعندي؟ وجدان ماتت من زمان. معناتها احتمال كبير تكون هي اللي عم ترقص وتغني بالتلفزيون اختي. دارلينج هدي اعصابك. موكل هنيك ولازم اروح اشوفه ضروري. الله معك يا ابني، بس لا تطول. شغلت يومين ثلاثة. ماشي يا حبيبي، الله معك، بس لا تنسانا من السمكات. ها ان شاء الله ان شاء الله.
اسمع ماما، انا راح اخذ موعد من الجماعه مشان نروح نشوف البنت. ماما بس استني، انت لا تاخذي الموعد حتى ارجع ماشي؟ وسلمي لي على بابا كثير. الله يسلمك حبيبي، تروح وترجع بالسلامه. يلا باي باي. لمين عم تقول لتاخذي موعد لحتى ارجع؟ عيونا لامي عم يجعوها كثير صار من فتره، فهي بكره بتاخذ موعد مع الدكتور، فانا قلت لها لا تاخذي موعد بكره لحتى اجي انا. اكيد؟ ايه طبعا اكيد. شبك انت مو على بعضها؟ لا ما في شيء، سلامتك. هذا بدل ما تكون فرحان وطاير من الفرح لانك راح تصير اب؟ اكيد. شو اكيد؟ هلا اكيد انت حامل. بشو بتريد احلفك؟ ما في داعي للحلفان. ولا عندك شك بالقصة؟ بس يعني لا حبيبي، في كتير نسوان بيحبلوا بالخمسين وانا ممكن اكون مثله. بس هي حالات كتير نادرة. انا من الحالات النادرة حبيبي، وممكن اني احبل. عندك شك بين شي؟ لا ابدا. مشان هيك حبيبي بتروح بتشوف كاتب العدل وبتثبت زواجنا، لانه انا بكره بخاف اني يبين علي الحمل وتعمل لي فضيحة. هات كرسي لعمك كروان يا ابني هات. اهلين وسهلين استاذ كروان. يا اهلين وسهلين. يعني انا شو بدي اقول لك، انا كثير اسف، صدقني الشغله صارت غصب من عني، بس مرتك استفزتني. بسيطه اخي ابو المغرب، القصه نسيتها من امبارح. نحن اخوه وما لازم يفرق بيناتنا شيء. والوعى الكبيره ابتسار صغيره، والمسامح كريم. يا سيدي خلينا نحكي شلون بدنا نحل هالمشكله اللي واعيين فيها. اخي محلوله، احمل حالك ورجع للكشك تبعك. طب ومصاريك؟ بعوض ما الله. لا 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 ما بصير، انا لازم اعمل لك سند امانه لحين الطلب. ومنين بدك تجي؟ عم فكر استنجد بابني وحيد بكندا. اخي خلينا على ما نحن عليه، انا بداوم شوي، اولادي بداوموا شوي، انت بتداوم شوي، هيك منضيع الشنكاش على ابو عزيز. إذا حدا سألني أو سأل أولادي بنقول له نحن جيرانه وعم نسد عنه وقت بيغيب. شوف 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 أخو عينك، شوف مين إجا. مرحبا عم نقول. مرحبا. شو بدك بعد ما خربتها وقعدت على تلتها؟ بدك يانا نرد عليك السلام؟ شو بدك؟ ولك أنتو اللي بيحبكن اللي بيخوزقكن مثل بعضها عندكن. لك انا جاي احذركم ووعيكم على مصالحكم. من قصيره هات ما عندك. امبارح بالليل شفت وجدان خانم على القناه الفضائيه عم تغني اغانيكم. اني محطه قناه بص وشوف. اخ لو عندي ساتلايت صدقني اللي بيع ما فوقي وتحتي اشتري هذا الساتلايت. ايه شو ايه؟ رقصت وغنت وفقشت لحتى شبعيت. بالاخير المذيعه سالتها مين اللي كاتب لك ياهن الاغاني وملحن لك ياهن؟ قالت لهم انا. شو هالحكي؟ يعني ما جابت سيرتنا بنوب؟ ولا جابت سيرتي حتى. شوف اللعينه شوف. لذلك انا جاي مشان نتفق سوا، يا منروح منشتكي عليها بالنقابه يا منسفقها دعوه. ببوس ايدكم كل شيء الا الدعوه. بتكفيني الدعوه اللي عم بركض فيها. ما بيصير ما بيصير يا جماعه، نحن قلنا حقوق قلنا اتعاب. حبيبي انا واستاذ كروان بحقه، انت شو دقه؟ ولك انا رئيس الكورس، انا ركضت له وحجزت له الاستوديو والتسجيل والصور. الي اتعاب يا اخي، انا كنت مدير اعمالها، يعني هي تقبض بالدولار ونحن عيوننا تتفرج. بس بيني وبينكم طلعت له ضرساني طالع حلو كثير على الكاميرا، انه شو بيعملوا له هنيك لحتى بتحلاه هيك؟ اخي الاضوية هنيك غير شكل والمصورين غير شكل. عدوا لنفكر بطريقة شلون بدنا نحصل على حقنا بالعملة الصعبة. أخي مثل ما عم تقبض بدها تقبضنا. بالأول قالكم رايق من جهتي؟ قلبنا رايق. صافي يا لبان؟ صافي يا لبان. بدي اسمعها من تمه الأستاذ كروان. صافي. أهلين أهلين. إن شاء الله انبسطتي بهالسفرة. كانت سفرة بتاخذ العين. وفشيتي قلبك وطلعتي على الفضائية وغنيتي.
ما الفضل كله بيرجع لألك. انت خليكي معي تمام ويعني بدك يا بس. الله يخليك بيدي معك. أهلين شباب. أهلين محمد، تفضلوا. ما بقدر مستعجل، جاي حزرك من الساس كروان. ليه؟ شو في؟ في جماعة رافعين عليه دعوة احتيال. لحمة، شو هالحكي؟ مثل ما عم قلك. والله مو مبين عليه. الناس مخباية بتيابها يا مختار، وينه هلا؟ شو وينه؟ ليه قبيته؟ تعالوا تعالوا شافوا. هذا بيته. يا الله. أنا المختار. لحظة. أهلين وسهلين ومرحبتين. مرحبا أستاذ كروان. تفضلوا شرفوا تفضلوا. والله مستعجلين يا أستاذ. خير؟ المعلم بده يكون مخفر. أنا خير إن شاء الله. في لك مذكرة تبليغ مشان تستلمها من المخفر. مذكرة تبليغ؟ طيب ممكن بس غير وعي؟ ما في مجال يا أستاذ. طيب حاضر. الو. مرحبا ماما. يوميت اهلين وسهلين، تقبريني. كيفك امي؟ كيفو رامي؟ الحمد لله مشتاق لك. شو منين عم تحكي؟ من البيت. امتى وصلتي؟ هلا امي، هي وصلتي. وشلون اولادك بحلب؟ الحمد لله بيدعوا بسلامتك. بتعرفي اتصلت فيكي على حلب لعن جوزي، عم قال لي ما شفتها. اي ماما، انا قصدا فهمتهم لاولادي ما يحكوا قدام ابوهم انه انا بحلب. ايوه، لانه انا واخوكي عماد كنا متراهنين. على شو؟ ما في شي ماما، بس هيك شفنا وحده شبهك الخالق الناطق. ايه بمحطه بص وشوف. انا اقول له مو هي وهو يقول لي لا هي. شو هالحكي امي؟ يعني كل الأد حلوه كل الأد بتشبهني؟ لا تقبريني. إيه انت افائدك مرايه لوشها. امي انا يعني شو اخذتي الابرص؟ ما بعرف يا ستي. على كل حال الحمد لله على السلامه. ما بدنا نشوفك ان شاء الله بكره. بكره بيجي لعندكم وباخذ رامي. ايه تقبريني حرام، لانه قلبه ناطف عليكي. ايه هاتي هاتي لحاكي. تعا تقبري رامي، تعا احكي مع امك. ايه ماما. ايه ماما، وانا كمان اشتقت لك. بكره بيجي باختك. ايه لا تعذبها لتيتي. يلا باي باي. الله يفك سجنك يا درغامة.
صباح الخير عزوزتي. صباح النور. ما بدك تشرب قهوة؟ هلا بيجي بشربها. عزوز، امبارح حلمت منام بيطير العقل. خير اللهم اجعله خير. اللهم اجعله خير. عن شو؟ أنا وياك ماشيين بجنينة كبيرة وفيها طيور وورود وفي عنا ولد صغير، أنا كامشته بإيده اليمين وأنت كامشه بإيده شمال، وعم تنط أنت وياه وتلاعبه وترفعه لفوق وتنزله لتحت وطاير عقلك فيه. خير إن شاء الله خير. عزوز، يمكن أنا حامل. بس انت اول امبارح قلتي لي هذا الحكي وما كان منام. على كل حال نحن ما فينا نتاكد الا لحتى نعمل التحاليل. مشان هيك عزوزتي انا حضرت لك التحليل، وهلا بتاخده معك وانت رايح على المكتب. ودي على المخبر. دارلينج قوم من النوم قوم شوف شرفت الليدي الفنانة العظيمة ماري ماتيو اجت من السفر. شرفت امبارح اتصلت بامك بالليل. منين؟ من البيت. ناوريني البنطلون. ايه دارلينج، قبل ما تلبس ثيابك شو بدك تسوي؟ لا تخافي ما رح اتصرف اي تصرف غلط. بلكي نكرت. ما بتسترجي. قلك دارلينج احسن شي بتعمله انه تنزل على الهجرة والجوازات وتتأكد من تأشيرة خروجها، هيك ما عاد فيها تنكر بنوب. واذا قدرت بدي اجيب صورة عن تأشيرة الخروج. جريت، هذا هو الاثبات الوحيد اللي ما رح تقدر تنكره. اعطيني البنطلون. قبل البنطلون اللي اذا اعترفت شو بدك تسوي؟ هلا لشوفها لكل حادث حديث.